الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض الذي يشفع عنده إلا بإذنه بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات ولا يؤوده حفظه وهو العلي العظيم السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. اليوم توفت الزوجة ديالي مع السيد صباحا تلقيت المكالمة. أنا صراحة ما عرفتش معاش توفت بالضبط ولكن توفت. جاتني مكالمة من الشيخ خليفة مع السادسة صباحا كيخبرني أن الزوج ديالي توفاها الله، الله يرحمها مسكينة. وش نقول لكم السبب الحقيقي للموت ديالها؟ أولا هو الإهمال، ثانيا إنفلونزا الخنازير. كي بالإهمال كسر إنفلونزا الخنازير حيت تكون تعتقد في يمات الأولى ما كاش وقع شي كامل. الإهمال هو الأولاني، ثانيا إنفلونزا الخنازير، ثالثا قدر الله ما شاء فعل. قدر ما شاء المرض ديالها هي السيدة توفات كما قلت لكم إنفلونزا الخنازير، وحتى البيبي حتى هو راه بين السماء والأرض، حتى هو حاليا بين السماء والأرض. سولت عليه قبيلة قال لك السيد كيلقف صافي اللحظات الأخيرة ديالو، حتى هو يعني ممكن تلقى مكالمة في العشية أو في الصباح من غير خوف من الضجة الإعلامية. هما راه بيان سوغ راه ما غاديش يبينوا هذا الشيء كامل، قدو يخليه واحد شويه مازال عندهم تماك. كنحمل المسؤوليه ديال وفاه ديال امراه مغربيه مسلمه كيف ما هي مرتي، ممكن تكون بنت اي واحد، ممكن تكون اخت اي واحد، ممكن تكون ام اي واحد، ممكن تكون طفله اي واحد. كنحمل المسؤوليه هذه لوزاره الصحه هي الاولى في هذه المساله، لاننا وينا المسألة ويات المندوبة وطلات ما كانت شي رياكسيون. ورغم ذلك واخا عندي التحاليل تقول لك ان انفلونزا الخنازير ما كايناش، ودوزام كذبات هذا الشيء، ياك دوزام كذبات هذا الشيء. وتنقول لهم انا اللي قال هذا الشيء ما كاينش عندي الدليل الوثائق، عندي الورقة ديال دي كوبي اللي هما عطاهم ليا، اللي الناس اللي كينكروا هما عطوني كوبي ديال كوبي ديال اللابو اللي فيه ان اش ان ان اه ديتكتابل كاين. الدواء اللي ما كاينش، الدواء اللي ما كاينش، مشينا للشيخ خليفه ياك وعطاونا في الرابور كوتيا على اساس كيعطيو واحد الدواء، الدواء اللي هو اهم ما كاين في ذوك الدوايات كاملين، وهو سميتو عماد طامافلي. هذا طامافلي هو اهم دواء تيكون باش انه كيقتل داك الفيروس تاع اش ان ان ان. عطونا في الرابور انه كيتعطى بكثرة انه ما هو قوي وخصو يكون ضروري ومهم، كيتعطى شاك دوزوغ كل ساعتين خصو يتعطى داك الدواء. ورغم ذلك قالوا لنا كنعطيوه وما كيتعطاش. تا داز تقريبا واحد دو جوغ، داز واحد دو جوغ عاد تكشفنا انه سولنا قال لك غيبتور غيبتور صافي ديك انه مقطوع ما كاينش. وليش كاتبوا مي ما كاينش؟ خلينا حنا نمشيو نجيبوه، حنا نجيبوه بطرق ديالنا حنايا. قلنا هاد الدواء راه خصكم هو ما كاينش، حنا غنجيبوه. ديك الساعه حنا كنتحملوا مسؤوليتنا، ومن بقاو كيقولوا لنا لا راه كنعطيوها وهم ما كيعطيوهاش. في الاخر الدكتور اللي مشرف ماشي سي المساوي، الدكتور الاخر غنسمي سي صديق من دوينا معاه، قلنا الله يخليك دابا راه غناخذوا بيد افيون سبيسيال ونمشيو ونجيبوا الدواء من فرنسا. قالنا سي ترو طار، ولو تهبطوا الله ما غتبراش هادشي. وإلا كذبت عليه كنتقلد بها ونتبعت يهودي يوم القيامة إلا كذبت عليه في هذه المسألة. واش كتظن أن بحال المسائل هذه حنا في ليطا ديالنا اللي عايشين وستريس مع السيدر اللي غتمشي منا وكتسمع بحال الكلمات؟ سولان سول شوز مصمم خصيصا لصحتك، فهو الأول من نوعه الذي يقوم بتدليك القدم أثناء الارتداء، وكذلك العلاج المغناطيسي الذي يمثل أحدث العلاجات الصحية في الوقت الراهن. لقد قمنا بإضافة نعت صحي اعتمادا على أحد علاجات القدم الشهيرة وهي ريفلكسولوجي. سولان سول شوز حذاء صحي باحتوائه على نعل التدليك وكعب يحتوي على مغناطيس صحي.
نعل طبي يمنع تقوس القدم، تصميم يحتوي على ثقب لسهولة الارتداء خاصة لكبار السن، وأيضا لمنع التعرق، لا رائحة كريهة، مقدمة الحذاء بزاوية منفرجة مع نعل مرتفع عن الأرض ذو قطعة واحدة، نعل لتدليك يحتوي على 10 نقاط للتدليك، وكأن هناك 10 أصابع تقوم بتدليك باطن القدم أثناء السير به، وبالتالي تعزيز اللياقة البدنية عن طريق تسريع حركة الدم بالدورة الدموية، فتساعد على تحسين جودة النوم، لا يضغط على القدم، مريح في الاستخدام، بليونة تأخذ نفس شكل القدم. مقدمة الحذاء بزاوية 85 درجة فتريح الأصابع، بالتالي أثناء المشي توفر الجهد والانزلاق، فهي ضد السقوط. حصرياً على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، مكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبه. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.